لو سألتك يا مهندس عبد العزيز، كيف يمكن تهذيب العاطفة حتى تكون عونا على التنمية البشرية في المجتمعات؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أريد أن أركز على جانب معين وهو تعريف هذه العاطفة. هي العاطفة جبلة وفطرة بشرية، فضلا على أنها فريضة إسلامية، سواء فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية. فتهذيبها من 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 واقعنا الحياتي والمجتمعي الآن باعتقاد أنه يكون من ضمن عدة أمور. بداية من التربية، بداية من الأسرة، من الشارع، في التعامل في المسجد، كل هذه أمور تهذب هذه الفطرة وهذه العاطفة لتخرج تكون عاطفة سوية لا إفراط فيها ولا تفريط. نعم.